أهلا بكم ضد الجميع لكن ليس بجنون بل بفاعلية لافتة لخلق أفكار مضادة رافضة للحداثة والليبرالية الغربية هكذا كان مؤلف أحد أشهر الكتب في روسيا والذي نال اهتماما كبيرا في دوائر صناعة القرار هناك حتى أنه أصبح مقررا إلزاميا في الأكاديميات العسكرية ووصفه علماء السياسة في الغرب بأنه المانفيستو الذي يخبرنا إلى أين تتجه السياسة في روسيا ألكسندر دوغين عقل بوتين كما وصفته الصحافة العالمية الفيلسوف الذي اعتنق المسيحية الأرثوذكسية في مخالفة صريحة لتقاليد عائلته السوفيتية وآمن أن الدين هو الملجأ الآمن لروسيا قوية وموحدة وفاعلة خلاصة نظرية تنص على أنه ينبغي على روسيا أن تدشن مرحلة التغيير بناء على أسس أخلاقية جديدة بديلة عن القيم الاستهلاكية المادية والنظرية تعيد تفسير الصراع العالمي كصراع سياسي جغرافي جيوبوليتيكي وليس أيديولوجي بين الشيوعية والرأسمالية وهي تفسر سياسات بوتين البراغماتية طوال عقدين من الزمن لخص دوغين الأوراسية في النظرية السياسية الرابعة لتمثل أيديولوجية الكرملين والنخبة الحاكمة هناك باعتبارها بديلا للنظريات الثلاث السائدة في القرن الماضي الشيوعية الفاشية الليبرالية ولد عام 62، والده ضابط سابق في الكي جي بي، والدته طبيبه، طرد من معهد موسكو للطيران لكونه يحمل افكارا مناهضه للسوفيت وضد الالحاد والماديه، انشا عددا من الحركات السياسيه تقوم على النزعه المسيحيه القوميه، حائز على درجتي دكتوراه في الفلسفه والاخرى في العلوم السياسيه، له اكثر من 60 كتاب اهمها الاوراسيه الجديده وأسس الجغرافيا السياسية كتابه الأهم عمل أستاذا في جامعة موسكو أشرف على تأسيس دار نشر عدة مجلات يتحدث تسع لغات ويطور عقيدة سياسية تقوم على فكرة استثنائية روسيا ويسعى إلى مزيد من البوتينية قال لي نحن نريد قيصرا جديدا في روسيا مشاهدينا الكرام ألكسندر دوغين المفكر والفيلسوف الروسي ضيف المقابلة فأهلا ومرحبا بكم thank بين تيهين كان ذلك قدر روسيا الذي لازمها منذ النشاه تيه الجغرافيا والحدود والتمدد والانكماش وتيه الايديولوجيا من القيصريه وحكم الطبقه الارستقراطيه وصفوه النبلاء والامراء الى عهد الشموليه المطلقه وحكم العسكر كان ذلك التحول الجذري الذي شهدته روسيا مع اندلاع الثورة البلشفية مطلع القرن الماضي. لتعود عقدة الجغرافيا مجددا للبلاد التي لا تكتفي يوما بما هي عليه. شكل الاتحاد السوفيتي أكبر دولة وطنية حديثة، لكن ذلك لم يصمد طويلا. فقبل أن يطوي القرن صفحته، تفككت البلاد وانقسمت شظايا. لتشتعل مجددا تحديات الأيديولوجيا وتخبطاتها وتحتل أهميتها لدى النخبة الروسية البريسترويكا محطة الليبرالية الهشة الانتقالية الرئيس الجديد القوي القادم من أقبية المخابرات عهد الدولة الوطنية الأوراسية وهكذا تظل البلاد الباردة تلهث خلف هوية تحفظ لها مكانتها ونفوذها. دكتور سؤالي الأول في أي أسرة نشأت؟ نشأت في عائلة سوفيتية بسيطة. والدي كان عسكريا ولم يخبرني أن المقصود بالعسكري هو لجنة أمن الدولة المعروفة بكي جي بي. والدتي كانت طبيبة. أي إننا عائلة سوفيتية بسيطة، أما جدتي فقد عملت في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي. وأنا إنسان سوفيتي بسيط، ولدت في موسكو، من أهالي موسكو، مواطن سوفيتي عادي، وبالتالي لا يوجد أي شيء مميز. لكنك في مرحلة مبكرة من شبابك صادمت هذه الأفكار اختلفت مع هذه البيئة مع واقعها ما الذي كان يزعجك أو لا يرضيك أو لا تقبله في الحالة السوفيتية التي عشت فيها؟ انطلاقتي الفلسفية أو العلمية بدأت عند بلوغي سن الثامنة عشرة حين تعرفت إلى عدد من الناس أحدهم حيدر جمال وهو عالم إسلامي وفيلسوف معروف من أصل أذربيجاني أما معلم الآخر السيد جولوين فكان شاعراً هذا الوسط الذي نشأت فيه كان تقليديا، أحدهم كان فيلسوفا، عاش في القاهرة، وأنا تعرفت من خلالهم على هذه التوجهات أو هذه المدرسة التقليدية، وذات يوم أدركت مصيري، كان يبدو لي وكأن الوضع السوفيتي غريب علي وفهمت أن وطني هو التقاليد أو العالم الروحي عالم الأديان وحين ذاك الواقع السوفيتي الهادئ الذي تعودت عليه أصبح جحيما بالنسبة لي وفهمت أن المجتمع الذي أعيش فيه خال من القيم الروحية وهناك هويه اصطناعيه منذ ذلك الوقت بدا تكوني كمنشق اذا استخدمنا المصطلح بهذا المعنى وقررت ان اسير في طريق خاص بي كانك كنت كنت بروفيسور دوغين اخر من ثار وانشق عن السوفيت واول من طالب بعوده اسست حزب البلشفي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. الا يوجد تناقض بين الامرين برايك ام ماذا؟ عقب تفكك او انهيار الاتحاد السوفيتي وفي تلك الفتره كنت خصما شرسا للسلطه السوفيتيه وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي جاءت الراسماليه الى روسيا والراسماليه كانت اسوا بالنسبه لي من السلطه السوفيتيه انا لم اكن شيوعيا وانا تحدثت انذاك عن احياء الامبراطوريه الاوراسيه وحتى بعض الجوانب القوميه التي وجدت في الاتحاد السوفيتي السابق وقد اعدت النظر في موقفي السلبي من الاتحاد السوفيتي عندما قارنت بينه وبين الراسماليه اخترت الاتحاد السوفيتي ولكن بعد سقوطه فكان نظام يلتسن غريبا علي وكنت اشعر بمعارضتي لهذا النظام لدرجه ان ماضي الاتحاد السوفيتي كان يبدو لي اجمل. هل تشعر اليوم بغربه داخل هذه المنظومه السياسيه الفكريه التي تحكم روسيا اليوم؟ ام ان الاوضاع التي اسس لها بوتين؟ هي امتداد لافكارك وتلائم ما تريد لروسيا. في ظل بوتين، الحياه تبدو افضل من اي شيء اخر. بين كل الانظمه التي عاصرتها، ثلاثه انظمه، سوفيتي وليبرالي ونظام بوتين. فنظام بوتين هو الافضل من الجميع لان هذا النظام يقوم على قيم تقليديه ومجتمع محافظ ولكن ورثه الالحاد السوفيتي والنزعه الماديه المستمره منذ تسعينيات القرن الماضي قويه لدرجه انها لا تسمح للنزعه المحافظه الروسيه والقدرات الروسيه بالتقدم. ففي روسيا بوتين هناك ايجابيات ولكن هذه الايجابيات لا يمكن ان تزدهر ان امكن القول. جرت العاده ان الفلسفه الحديثه ومعظم الفلاسفه يميلون للالحاد والفكره العلمانيه وتحييد الدين والابتعاد عنه. انت تنظر للدين بمنظور مختلف هل هذا صحيح اولا اعتقد ان الدين يحمل في طياته عقيده شموليه انجاز التعبير لا يمكن ان نركز نظرنا فقط على انقاذ الروح او على التواصل مع الرب الاسلام واضح ومفهوم فالاسلام ليس دينا فقط وانما هو فلسفه سياسيه واجتماعيه وربما اقتصاديه الاسلام مثلا يتحدث عن الربا والبعض يعتبر ان الاسلام سياسي والمسيحيه غير سياسيه فالتقاليد المسيحيه الارثوذكسيه لم تتحدث عن انقاذ او خواص الروح بل تحدثت عن ضروره ان يكون النظام ملكيا مقدسا ويقوم على مبادئ لا يجمعها اي صله بالديمقراطيه الليبراليه كان هذا المجتمع يتميز بشكل جماعي وبهذا يرتبط الغاء العبوديه في النظام المسيحي هناك تصور كاذب عن الدين المسيحي مفاده بانه لا يتضمن قياسا سياسيا ولكن في الحقيقة هناك إشارة إلى ذلك أكثر مما هو الحال في ديانات أخرى ولكن ربما بشكل مقنع نوعا ما بروفيسور دوغين نقول في العربية لا كرامة لنبي في قومه هل تشعر بأنك بالامتنان كونك مثقف؟ ومفكر وفيلسوف يتم تبني آراءه من قبل الدولة الروسية من قبل زعيم قوي هو فلاديمير بوتين من قبل المؤسسات العسكرية من قبل الكرملين وتجد ما تتحدث عنه على أرض الواقع يطبق اليوم في روسيا البوتينية فيما مفكرين ومثقفين وفلاسفة في مجتمعات أخرى معزولين وبعيدين عن مراكز اتخاذ القرار وربما يزج بهم في السجون حتى فيما يتعلق بالشعب او الشارع الروسي بمفهومه الواسع موقفي وفلسفتي تقوم على حب عميق لشعبي واحاول ان اعبر عن افكار وتطلعات الشعب وبالتالي انظروا الى روسيا هناك الرئيس بوتين وهناك الشعب وبوتين وكانه يجد جوابا عن كل ما يهم الشعب وانا احاول ان اضفي على هذه الصوره قياسا فلسفيا هناك بوتين وهناك انا وهناك الشعب ولكن هناك ايضا نخبه فالنخبه هي ليبراليه ما عدا العاملين في مؤسسات القوه النخبه تسعى لعرقله مثل هذا التطور الذي يحدث ربما عند بوتين وعند الشعب فالنزعه الغربيه بداخل روسيا ما زالت تمثل قوه كبيره وهذه القوة تعرقل سعي روسيا كي يكون لها تاريخ خاص بها تتحدث تسعة لغات أو ثمانية لغات بروفيسور دوغين تعلمت العديد من اللغات واجيد التحدث بغالبيه اللغات الاوروبيه وهي الالمانيه والانجليزيه والفرنسيه والبرتغاليه والاسبانيه احب اللغه العربيه وبدات بتعلمها منذ ثلاثين سنه ولان اللغات الساميه تهمني واللغه العربيه تنتمي الى اسره اللغات الساميه مثل اللغه الفارسيه وانا احاول ان اقرا النصوص الفارسيه على الاقل انا فهمت ربما اللغه العربيه ولكن كاساسيات هذه اللغه فقط وهي لغه جميله جدا وهي لغه القران الكريم وللاسف الشديد هذا خطا مني بانني لم اتعمق في دراستها بوتين رجل روسيا القوي بدأ فلاديمير بوتين الذي ولد عام 1952 مشواره السياسي في صفوف جهاز الكي جي بي وعمل في أوروبا الشرقية بعد تخرجه من كلية الحقوق متخصصا بالعلاقات الدولية تدرج في المناصب حيث عين رئيسا للوزراء من قبل بوريس يلسن وبعد استقالة الأخير خلفه في منصب الرئيس عام 99 وانتخب للمنصب في مارس عام 2000 في العام 2004 اعيد انتخابه رئيسا وفي عام 2008 اضطر للتخلي عن المنصب لان الدستور لا يسمح بثلاث ولايات متتاليه ليعين بعد ذلك رئيسا للوزراء في مارس من العام 2012 فاز بوتين بولايه ثالثه مدتها سته اعوام ثم انتخب عام 2018 رئيسا للمره الرابعه يلقبه الكثيرون بالقيصر الطامح إلى أحياء مجد الإمبراطورية السوفيتية الضائعة لماذا تشكل مسألة هوية روسيا قضية يعني روسيا بلد تاريخي لديه إرث حضاري لماذا في قرنين من الزمان يعيش آه نوع من الاضطراب في 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 الهويات روسيا القيصرية روسيا البلشفيه روسيا الليبراليه واليوم روسيا الوطنيه القوميه والأوراسية التي سنتحدث عنها لاحقا ما تفضلتم بذكره يدل على تغيير جذري للهويه الروسيه ليس على مدى قرنين بل قرن واحد فقد كنا بلدا مسيحيا ارثوذكسيا كنا امبراطوريه بعقيدتها وتصورها حول الكنيسه والدوله والشعب وبعد ذلك اي بعد قيام الثوره البلشفيه تغيرت التصورات عن هويتنا تغييرا شديدا واصبحت بعكس ما كانت عليه سابقا لم يكن هناك للشعب الروسي لا كنيسه ولا دين ولا امبراطوريه. القيم كلها تغيرت. في العام 1991 من القرن الماضي الهويه تغيرت من جديد واصبحت هويه اخرى. ونحن اصبحنا جزءا من العالم الغربي ومجتمعا ليبراليا وديمقراطيا. ثم جاء بوتين. وتغيرت هويتنا مجددا والان نحن اصبحنا دوله قوميه قوميه وطنيه ندافع عن القيم الخاصه بنا القيم المحافظه وخلال مئة عام تغيرت الهوية الروسية أربع مرات بشكل جذري وكل مرة لم يكن هذا أمرا بديهيا كل مرة حول هوية روسيا وماهية روسيا والدولة الروسية حول هذه النقطة بالتحديد احتدم الجدل سواء في العلوم الاجتماعية أو غيرها ووصل الأمر حد اندلاع الحروب حرب أهلية مواجهة بين الليبراليين والشيوعيين عام 91 وصولا إلى قصف مبنى البرلمان الروسي المقاومة شديدة ضد إصلاحات بوتين من قبل المثقفين الليبراليين خلال مئة عام لم يكن هناك مجرد جدل حول الهوية الروسية وانما اندلعت حروب حول هذا الموضوع وبدون حل لهذه المشكله لا يمكن لروسيا ان تتحرك او تتقدم لهذا السبب انا حياتي العلميه خاصه بالهويه الروسيه انا جزء من الشعب الروسي وجزء من اللوغوس الروسي وبالتالي فاني لا اتصور حياتي بدون حل لمساله الهويه الروسيه او المشاركه في حل هذه المساله هذا امر مهم سيد دوغن ولكن الا تعتقد انه يعكس مشكله ما، لماذا تكون هناك اشكاليه في هويه روسيا؟ لماذا تتعرض الهويه الروسيه الى كل هذه الزلازل في فترات زمنيه قصيره؟ من بدايه البلاشفه، ايضا هناك مراحل داخل الاتحاد السوفيتي، الى سقوط الاتحاد السوفيتي، الى بوريس يلتسن، المرحله الليبراليه، الى الى الى, إلى, إلى, إلى المرحله البوتينيه وهي عده مراحل، لماذا؟ لماذا تتعرض الهويه الروسيه لمثل هذه الإشكاليات والتغيرات الدائمة سؤال ممتاز جدا أولا أعتقد بأن هناك شرحا عاما لهذه القضية فقد تغيرت هوية كل الشعوب خلال المائة عام الماضية تغيرت هوية الشعوب العربية التي كانت جزءا من الإمبراطورية البريطانية مثلا تغيرت الهوية الأوروبية لأن القيم الأوروبية التي كانت قائمة منذ مئة عام لم تعد مقبولة في الغرب اليوم فالمساله الخاصه بالهويه يطرحها الامريكيون وهنتينغتون كان قد الف كتابا بعنوان من نحن وهذا يعني ان الامريكيين لا يعلمون هويتهم الاتحاد الاوروبي الغى الهويه القوميه وهذا يعني ان الهويه الاوروبيه تغيرت اولسنا نحن اناسا في روسيا لذلك نحن نفكر ونمعن التفكير في هويتنا ولكن يمكن القول في ظل هذه الحقائق اننا نغير موقفنا من هويتنا وهذا يعني اننا قيد البحث الروحي عن انفسنا فالشعب الروسي شعب يبحث عن شيء ما دائما ونحن لا نحفظ ولا نصون شيئا ما ونكيفه مع متغيرات التاريخ وانما نريد ان نؤثر على التاريخ وسيره نريد ان نشارك في التاريخ نريد ان نحدد اتجاهات التاريخ العالمي وبالتالي فان لدينا حساسيه تجاه المتغيرات ولدينا وجهه نظر خاصه بنا والى حين اكتمال وجهه النظر هذه نحن لا نستطيع ان ندرك ذلك ولكن نعلم في المقابل ان هناك فارقا بيننا وبين بلدان وشعوب اخرى وهذا موضع جدل بل وحروب في بعض الاحيان هذا الرجل اليمني كما يوصف لا يؤخذ احيانا على محمل الجد في الاوساط الروسيه لكن ثمه من يشبهه بالشخصيه الاغرب في التاريخ الروسي الحديث راس بوتين الفلاح السيبيري الذي تغلغل داخل قصر القيصر وكان كما يقال سببا في قيام الثورة البلشفية وسقوط الامبراطورية ومن ثم قيام الاتحاد السوفيتي فهل يكون الكسندر دوغن عقل بوتين راس بوتين لروسيا الجديدة؟ هذا التطابق الذي حدث بين افكارك سيد دوغن وبين ما آمن به وقام به ايضا الرئيس فلاديمير بوتين حدث بالصدفة أم حدث نتيجة نقاشات ولقاءات وإيمان كامل بأفكار ألكسندر دوغين لأن هناك التباس حول الفكرة يقال أن ألكسندر دوغين هو عقل بوتين وهناك مبالغات في هذا الأمر وهناك من ينفي حتى في الغرب معهد راند قدموا دراسة أن المسألة مجرد يعني إيمان ببعض الأفكار من قبل بوتين كيف حدث هذا الالتقاء بين أفكارك ورؤيتك وتصورك الجديد Есть на этот сложный вопрос, непростой вопрос, два ответа. Первый ответ, он связан, скажем, с духовной стороной. Вот когда мы говорим акль интеллект. بالنسبة لهذا السؤال الصعب هناك إجابتان. الأولى. تتعلق بالجانب الروحي، فعندما نقول العقل ليس ذلك بعقل الإنسان بل هو منطق التاريخ. فالفيلسوف هيجل مثلاً تحدث عن حيلة العقل العالمي، إذ إن كل إنسان يتحرك ويعمل لمصالحه الخاصة به، ثم يتضح أن الكل يشاركون في خطه عالميه وهو عقل عالمي فهذا العقل الذي يتحدث بواسطه انا او بواسطه بوتين هو عقل روسي لوغوس روسي وانا احاول ان اعرض هذا الموضوع على اساس فلسفي اما بوتين فهو يطبق هذه النظره انا منظر وبوتين مطبق واذا تحدثنا بشكل مبسط فسبب ذلك يعود الى كون افكاري قد انتشرت بين اوساط مؤسسات القوه في فتره التسعينيات فنفوذي رغم انني كنت في مواجهه مع يلتسن اصبح يتنامى ففي الاركان العامه للجيش وبين الاوساط العسكريه وبين جهاز الاستخبارات والاستخبارات الخارجيه افكاري كانت معروفه وذات شعبيه في التسعينيات من القرن الماضي وبوتين منحدر من هذا الوسط وعندما اتى الى السلطه وبدا بتحقيق اصلاحاته الوطنيه بات واضحا مدى التقارب والتشابه بينه وبين آراء المبكرة فقد دعيت للتعاون مع الكرملين في بداية الألفية الثالثة ومنذ ذلك الحين اكتسبت عملية تبادل الأفكار بيننا طابعا نظاميا أو منظما ولكنني لم أشغل أي منصب في الدائرة المحيطة ببوتين كنت مستشارا لرئيس البرلمان السيد سيليزينيوف وكنت مشاركا في مجلس استشاري عندما تراس البرلمان السيد ناريشكين وكنت أتعاون مع إدارة السياسة الداخلية في جهاز رئيس الدولة على مستوى سنوات عديدة، لكن هذه الأشكال من الاتصالات وهي عفوية لا أهمية كبيرة لها، فهناك من هم أقرب مني إلى بوتين ولكن نفوذهم صفر. أما بالنسبة لي فالحالة معاكسة تماما. أنا أبعد منهم عن بوتين ولكن تأثيري ونفوذي أكثر. اكثر الاهتمام قلت انه اهتمت النخبه العسكريه والسياسيه بالكسندر دوغين وبافكاره وما يطرحه كتاب اسس الجيوبوليتيكا كان كتابا بالغ الاهميه اصبح مقررا اكاديميا في الاكاديميات العسكريه هل كان هذا يعني هذا المنطلق لرؤيه جديده نحو دور روسي وتطلعات روسيه جديده، تعتقد ان مرحله بوتين آمنت بها وبدأت بتطبيقها. ماذا يحمل هذا الكتاب من افكار اساسيه؟ هذا الكتاب الذي اتى بشهره لي يسمى اسس السياسه العالميه. تم تأليفه في بداية التسعينيات وجاء فيه أن روسيا يجب أن تتحرك وتعمل ضد الغرب وتخلق ما يسمى بفضاء أوراسي وتؤيد حضارات أخرى مناهضة للزعامة الأمريكية وأن تثبت الأيديولوجية الروسية المحافظة وأن تخرج من سيطرة أمريكا السياسية والاقتصادية والجيوسياسية والثقافية وغيرها وهذا الكتاب بالمناسبة ترجم إلى اللغة العربية وقد تم تأليف الكتاب في التسعينيات قبل مجيء بوتين إلى السلطة والملفت أنه في عام 2005 دعيت لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية ومعهد هوبكنز والبروفيسور فريدريك ستار الذي قدمني الى الحضور قرا بعض المقتطفات من هذا الكتاب اسس السياسه العالميه وذكر خمسه عشر عملا قام بها بوتين وهي تطابقت تطابقا تاما مع ما جاء في الكتاب ثم توجه فريدريك ستار الى النخبه الامريكيه التي كانت قد حضرت من وزاره الخارجيه الامريكيه ومن مجلس الشيوخ وغيرهم وقال لهم لا تسألوا كيف يؤثر دوغين لا تسألوا وهو لا يجيب على هذا السؤال ولكن ما يوجد أمامنا هو أفكار دوغين من جهة وأعمال بوتين من جهة أخرى حدث ذلك في عام 2005 الآن أنا خاضع للعقوبات لذلك ليس لدي دعوات من واشنطن ولكن إذا جاءت دعوة جديدة إلى واشنطن ومعهد هوبكنز لازداد عدد التطابقات من خمسة عشر إلى خمسين تطابقا لأن هذا الكتاب يتحدث عن ضروره توحيد روسيا مع شبه جزيره القرم وعن الحرب الاهليه في اوكرانيا وعن ضروره تغيير ميزان القوى فيما يتعلق بجورجيا والاتحاد الاوروبي خلال هذه الفتره بين 2005 و2021 ازداد عدد نقاط الالتقاء حول القضايا الجيوسياسيه بيني وبين ما يفعله بوتين على ارض الواقع. لذلك يصفون الكتاب بانه المانفيستو الذي يخبرنا الى اين ستتجه روسيا. هذا صحيح تماما، ولكن هذا الكتاب والكثير مما ورد فيه قد تحقق بالفعل. وانا كتبت بالاضافه الى هذا الكتاب عددا كبيرا من الكتب ما يزيد عن ستين كتابا وما زلت اتابع الاوضاع في روسيا والعالم والشرق الاوسط والغرب وفي امريكا والصين وكتبت تتمه لهذا الكتاب وفي الحقيقه الخطط التي وضعتها في التسعينيات تحققت الان على ارض الواقع وانا الان ابني خططا اخرى ربما ربما ستتحقق حول القضايا والشؤون الجيوسياسيه سنسالك عن هذه الخطط الجديده لكن انت ترى ان هناك ثلاث محطات رئيسيه من خلالها تحققت نظريتك او ما تدعو له بسياسه خارجيه وفق المنطق اوراسيا ومحافظه على النفوذ الروسي الخارجي الاولى المحطه الاولى في حرب الشيشان الثانيه ثم ما جرى في جورجيا وأوكرانيا وثالثا أو أخيرا وله له أهمية كبيرة تصفه بأنه بالغ الأهمية ما يجري في سوريا الموقف في سوريا هل هذه الثلاث محطات التي تحدثت عنها؟ في التسعينيات كنت أتحدث عن ضرورة إيجاد حل ما للقضية الشيشانية وعندما جاء بوتين تمكن من ايجاد حل لها رغم انه بدا انه لا يمكن حلها بالنسبه لجورجيا لم اكن اعتقد بانه يجب ان نستولي على جورجيا بل نحن كنا نتمنى ان تكون جورجيا حياديه او وديه انا لم اكن سعيدا بتجزئه جورجيا ولكن بالنسبة لمعاقبة ساكشفيلي كنت محقا تماما بالنسبة إلى أوكرانيا أوكرانيا قبل ذلك فكان ينبغي أن نقسمها إلى جزئين والآن أوكرانيا الشرقية معنا والغربية لا على الأقل يجب أن تبقى أوكرانيا حيادية. ما حدث في عام 2014 تأكيد على ما سبق وتحدثت عنه هي مشكلة ولكنها لم تنتهي بعد. نصف أوكرانيا ليست في الدولة التي نتمناها أن تكون. لذلك أوكرانيا الشرقية ونسميها روسيا الجديدة وهي ربما كيان ليس بالضرورة أن يكون جزءا من روسيا، ولكن يجب أن يكون خاليا من النفوذ الغربي من قبل كييف، وهذا سيحدث وهي نظرة إلى المستقبل، وكاد أن يحدث عندما جاء يانوكوفيتش إلينا. نحن تمكنا من ضم شبه جزيرة القرم وساعدنا دومباس لكننا لم نحرر نوفا روسيا أي روسيا الجديدة لكنك كنت قاسيا جدا وحادا جدا بعبارتك الشهيرة أقتل أقتل ولا تتحدث أبدا في قضية ضم محاولة يعني الدعوة لضم أوكرانيا حتى أنه يعني توترت الأمور بينك وبين الغرب بعد ذلك وحتى داخل روسيا قليلا конечно. Это просто либералы и западные западные средства массовой информации очень لا هذا غير صحيح. أنا أعتقد أن ليبراليين ووسائل إعلامية غربية شوهت كلامي تشويها جوهريا. أنا تحدثت عن أمر معين. مذبحة ارتكبت في أوديسا النازيون الجدد صفوا تصفية جسدية عددا كبيرا من المواطنين وكنت أدعو إلى محاسبة ومعاقبة المجرمين أنا نفسي أوكراني لهذا لا يمكن ان اطالب بقتل الاوكرانيين كان هذا حادثا محددا وكان هناك رد محدد مني على مذبحه حدثت في اوديسا ولكن وسائل الاعلام شوهت موقفي وصورتني وكانني رجل خطير براي هذه الوسائل وطبعا اذا كانت هذه الجمله مقطوعه من السياق <applause> الذي تحدثت فيه فلا شك انه تشويه وانا لم اتحدث الا عن ضروره معاقبه المجرمين الذين يحملون اراء مليئه بالكراهيه للشعب لذلك هناك سوء فهم فيما يتعلق باوكرانيا لم اكن قاسيا بالنسبه لاوكرانيا نفسها ولكن بالنسبه للقياده الاوكرانيه في كييف والعبارات التي استخدمت في عام 2014 الان اصبحت هذه الكلمات عامه بالنسبه لكل القنوات التلفزيونيه الروسيه وكان هناك جدل بيني وبين احد مقدمي البرامج انا كنت اقول في ذلك الحين انه يجب ان نضم القرم وكان هناك معارضه المشكله انني اتنبا بما يمكن ان يحدث مستقبلا فقبل ان يصبح هذا الامر واقعا تنبات به قبل فتره من حدوثه وكنت اتحدث مثلا عن سقوط الاتحاد السوفيتي قبل سنوات وحدث ذلك في وقت لاحق متى تنبات بسقوط الاتحاد السوفيتي وكيف؟ لم اتنبا بسقوط الاتحاد السوفيتي بل في فترة الثمانينيات كنت واثقا بأن أيديولوجيا الاتحاد السوفيتي لم تعد قادرة على البقاء فمجتمعنا وقع في مشاكل عديدة فكنت أنا ذاك أدعو إلى حل أوراسي أي الحفاظ على دولة الاتحاد السوفيتي ولكن بأيديولوجيا غير شيوعية غير ليبرالية بل بأيديولوجيا محافظة مسيحية وطنية هذا لم يحدث ولكن النهاية أتت اليوم وبعد ثلاثين سنة على سقوط الاتحاد السوفيتي نعود إلى نفس المشروع الأوراسي الذي تحدثت عنه في الثمانينيات وهذا الامر في غايه الاهميه. انا من خصوم التطوير الغربي او التحديث بمفهومه الغربي. وانا اعارض مثل هذه الاراء واعتقد ان المشكله تكمن هنا تكمن هنا الاستعمار الجديد هنا الامبرياليه واعتقد ان من حق الحضارات الاخرى ان تسير وفق طريقه مغايره لنهج الغرب. لذلك كل هذه الامور تعاليم غربيه علينا ان نتغلب عليها ونتركها ونبني علوما سياسيه خاصه بنا قائمه على قيمنا الروسيه بالنسبه لروسيا او مبنيه على قيم اسلاميه بالنسبه للعالم الاسلامي لذلك عندما نتحدث عن الحضاره الاسلاميه نتحدث عما يسمى بالاسلام السياسي وبالتالي فان تاثيري او نفوذي اوسع من اطار روسيا فكنت ذات مره اتحدث مع برنار هنري ليفي في امستردام، فيلسوف الفرنسي. ربما تعرفون هذا الاسم، احد دعاة العولمة، والف كتابا بعنوان الامبراطورية والملوك الخمسة. كان المقصود بالامبريالية عالم غربي بالعولمة. وخمسه ملوك ضد الامبراطوريه كان يقصد بهم روسيا الصين ايران تركيا والمملكه العربيه السعوديه كاسلام عربي وعندما كنت في جدل معه كان يمثل الامبراطوريه وانا قلت انني امثل ليس ملكا واحدا اي روسيا فحسب بل امثل خمسه ملوك <applause> طيب هذا هذا السيد دوغن مرتبط بنظريتك السياسيه الرابعه وسقوط او او تجاوز المرحله الفاشيه والنازيه والماركسيه والنازيه وكذلك الليبراليه الديمقراطيه الغربيه وبالتالي وجود وجوب نشوء افكار وطنيه حضاريه تتعلق بكل دوله مثل روسيا او الصين او غيره. لكن فيما يتعلق في كتابك الهام أسس الجيوبوليتيكا تولي أهمية للوجود الروسي في سوريا طبعا هذا على حساب جرح نازف لدى الشعب السوري وضحايا كثر وروسيا تقف بمساندة ديكتاتور يقتل شعبه بشكل بشكل غير مسبوق لماذا تولي ما يجري في سوريا أهمية كبيرة في مسألة رؤيتك لدور روسي جديد وحماية حدود روسيا <applause> الشؤون الجيوسياسيه لا تتضمن تعريفا محددا بمن هو دكتاتور وبمن هو ارهابي وبمن هو لا يراعي حقوق الانسان فوفقا لهذا الراي او ذاك لهذه الرؤيه او تلك يتغير معنى هذه المفردات هناك مثلا من يقول ان بوتين ديكتاتور وبالنسبه لي بوتين زعيم معترف به زعيم شرعي الامور مرهونه بوجهه النظر التي ننظر فيها في سوريا هناك صراع من الناحيه الجيوسياسيه هذا الصراع بين دعاه سوريا ذات سياده برئاسه بشار الاسد وبين قوى معارضه مدعومه من الغرب وليست المشكله هنا في من هو محق او غير محق وانما المشكله هنا هي الغرب مع من فمع اولئك الذين هم مدعومون من قبل الغرب علينا ان نواجههم فاذا كان الغرب وامريكا او فرنسا تدعم قوه ما يجب محاربتها انطلاقا من الاسس الجيوسياسيه الليبراليه هي اخطر الايديولوجيات لانها تحاول السيطره على بقيه النظريات ربما من حيث النظريه هي افضل من الفاشيه طبعا ولكن الفاشيه او النازيه والشيوعيه لا وجود لها أما الليبرالية فموجودة، لذلك فإن الصراع مع الليبرالية هو واجب لدعاة العالم متعدد الأقطاب. في سوريا الآن نرى صورة لافتة، في البداية خصوم بشار الأسد، الذين كان مدعومين من قبل المملكة العربية السعودية وتركيا والإسلام السلفي. كانوا يقبلون بدعم الغرب وكان دعم بشار الاسد من قبل روسيا منطقيا الان نرى متغيرات بارزه في تركيا وفي العالم العربي يتزايد عدد المسلمين الذين يدركون ان الغرب ليس حليفا وليس صديقا لهم فاذا بدا الغرب بالمشاركه في اي نزاع فهذا يؤدي الى تدهور مواقع الحضاره الاسلاميه القيم الغربيه لا يجمعها اي صله مع الحضاره الاسلاميه لذلك فان الاصوليه الاسلاميه وتحالفها مع الغرب بات اضعف اليوم وبالتالي هناك فرصه تتاح لبدء حوار جديد في سوريا ولكن ليس بالضروره مع بشار الاسد او خصومه لا في واشنطن ولا في بروكسل يمكن ان نجد حلا حل مشكله سوريا موجود في داخل سوريا نفسها وفي روسيا وفي ايران وفي تركيا وفي البلدان العربيه مثل المملكه العربيه السعوديه وقطر والامارات فعلينا معا أن نولي اهتماما لهذا الأمر. فالأيديولوجية الليبرالية لا يجب أن تكون حاضرة في هذا الملف. ونحن سنحل المشكلة فيما بيننا. يعني هذا الرأي يحمل يحمل في طيه كثير من التناقضات والإشكاليات التي يفترض التوقف عندها أمامها طويلا والرد عليها أولا لماذا لا يجد يعني لماذا لا يجد المتطلعون للحرية والمساواة والثورة ضد الحكام المستبدين أي فرصة لعلاقة مع موسكو لماذا دائما تكون العلاقة مع روسيا خاصة فقط بالأنظمة المستبدة الوحشية هذا أمر الأمر الثاني أن أيضا تناقض أنت تدعو لحق الشعوب فيما يتعلق بهويتها وأديانها حينما يأتي الأمر للمسلمين توصف المسألة بأنها أصولية إسلامية وأنها حالة من التطرف وما إلى ذلك أيضا في العلاقة مع المسلمين اخترتم فئة ما ربما أنت معجب جدا بولاية الفقيه ومعجب بالنظام الإيراني وبالرؤية الإسلامية الشيعية التي تحكم اليوم في إيران وبامتداداتها في المنطقة وبالتالي لا يوجد أي احتجاجات على الميليشيات التي تقوم أيضا بمساندة الأنظمة دكتور، فهناك إشكاليات كثيرة ألتقيك دكتور ألكسندر دوغين في الحلقة الثانية وفي جملة أيضا من القضايا الهامة جدا والمعقدة جدا التي نود أن نستطلع رأيك فيها مشاهدينا الكرام شكرا لكم على طيب المتابعة نلقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله